بالنظر إلى التغييرات التي تشهدها العالم، فإن قيادة القوات الجوية بذلت جهودا متميزة في ميدان التكوين والتأهيل للأفراد. هذه المجهودات إضافة إلى تدابير متخذة من أجل تحسين التسيير، تدعيم سلسلة الصيانة وعصرنة العتاد الجوي، تهدف كلها إلى منح أمتنا سلاح جوي متطور. تهدف هذه التظاهرة إلى تجسيد السياسة الاتصال الجواري وتعزيز الروابط بين الجيش والأمة، وتمكين للجمهور من اطلاع على الدرجة الاحترافية والكفاءة التي يتمتع بها أفراد القوات الجوية. وكذلك هذه الأيام الإعلامية فرصة لشبابنا الراغبين في التحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي عموما والقوات الجوية خاصة. الحاجة اللي زعما جلبت الانتباه تاعنا المنتوج الجزائري، فاحنا ما كانش على بالنا باللي الجزائر تصنع طيارات، كنا حاسبين كل شيء ندخلوه، زعما حاجة تشرف. شفنا ليكسبوزيسيون، دينا اون ايدي على بوكو تشوز، نوتامون الماتيريال تاع بيلوطاج واليوميات تاع لو جون بيلوت تاع الجيريان، سي انتيريسون زعما. J'ai vraiment apprécié, c'était bien. J'ai découvert aussi pas mal de choses que je ne les ai jamais vues auparavant. Mais alhamdoulilah, de toutes les façons, je l'ai apprécié quand même.